الثانية في فانكوفر كندا، فهي الأخرى أشكر شمامستها وشماساتها الذين يخدمون ويسهلون زيارتي إلى فانكوفر كندا، ونقيم المقاديس الإلهية هنا. وكنيستي الثالثة كنيسة عمانوئيل في كالجاري، اسم رائع، حيث طلبنا من سيادة المقام سيدنا مارك ليليس أوجين: يا سيدنا بدنا نفتح كنيسة في كالجاري، شو نسميها؟ هون أيضا نظام كنسي، المقام يعرف كم كنيسة لديه في الأرجية ويعرف أي اسم يسمي. كم كنيسة عندك سيدنا؟ 23 كنيسة. فدعا هذه الكنيسة كنيسة عمانوئيل الله معنا. أشكر الشمامسة والشماسات هناك أيضا على ما يقدموه لي من تسهيلات وخدمات لإقامة الذبيحة الإلهية. وأما كنيسة الرابعة الفتية في إدمنتون ألبرتا كندا، فأشكرهم أيضا على خدماتهم وأتعابهم معي، وها هي الرعاية، وهنا جاء دوركم. فأنا أشكركم كثيرا بمجلسكم الملي العظيم، بلجانكم النسائية، بالشبيبة المباركة، بمدارس الأحد، معلمين ومعلمات وأطفال، بالشعب السرياني الحي في هذه الكنيسة. أشكركم جميعا على الدعم الذي قدمتموه لي خلال 17 سنة الماضية. الرب يسوع يبارك. وأخيراً أشكر رعيتنا في كالجاري لهذه الكنيسة العريقة، كما ترون سيدنا يرسم الشمامسة والشماسات في كالجاري في هذه الكنيسة الكبيرة. وهنا في كنيستنا سيدنا يرسم شمامسة وشماسات أيضاً في فانكوفر كندا. وهنا في كنيستنا في أدمنتون أشكر جميع الرعية هناك. وأعذروني إذا نسيت أحد، أشكر جميع الذين تعبوا معي، وبالأخص لا بد لنا أن نقول أيها الأحباء، وأريد أن أقدمه بكلمات محبة وتقدير ليبقي كلمته في هذا اليوم، لا بد لي أن أشكره سيدنا الذي أمر بأن يحضر معنا أيضا أبونا عبد الله طفر. وعلمتني الكلمة من سياتو، وأشكر جميع الضيوف الذين حضروا من كندا ومن ولايات أخرى. أما عن سيدنا فماذا أقول؟ أحبائي، أنا أعرف سيدنا من عام 94. من هذا المنبر المبارك أقول: رأيت الكثير من رجال الدين المؤمنين بربنا، ورسمت
من الرهبنة يخدم في أديرة متنوعة في العالم إلى أن اصطفاه الله وأرسله مطرانا لأرطشيتنا العظيمة. هذا المطران الكبير استلم الأرطشية بخمسة كنائس واليوم يسطر 23 كنيسة. أنا فخور بكم سيدي وأدعو لكم من هذا المنبر بالصحة الجيدة والعمر.